بنتها هي كي طلعت هانتوما شفتوها، هنا كنديروا لاستيك وهنا لاستيك. نسيت ما قلت لكم شحال غادي نديروا هنا، غادي نديروا هنايا في هذا الطرف اللي من هنا حتى لهنا، لان حتى كملت ولقيت راسي ما قلت لكم شحال هذا غادي نديروا فيه. انا قست 8 سنتيم من الطول، الا كان عندكم الطول ديالكم فيه مترو 40 كنديروا مترو 32 هنا، واخا كنزيدوا هنا غير 20 سنتيم لان الكسوه ديالنا راه كطلع حتى لهنا، حتى كتبقى غير 14 سنتيم. فهمتوني؟ هذيك الا كانت تنديروا هنا 32 سنتيم ولا زدنا ليها 14 سنتيم راه فيه الخياطه وفيه الفصاله وفيه كلشي وكتبقى لنا في 42 سنتيم. هادشي اللي نسيت ما قلتو لكم قلتو لكم دابا. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير نتوما كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم نهار جديد وفيديو جديد كالعاده كما كنقول لكم دائما. اليوم جبت لكم فيديو اللي غادي يعجبكم، الفيديو ديال الكسوه اوروب. كما قلت لكم احنا على ابواب الصيف غندير لكم كسوات ديال الصيف، غادي تكون بالكم غاكلون. هذه هي الكسده وهذا هو الكم، هي غير مصغر. وهذا هو الفوق اللي غادي ندير فيه واحد الكوب هذا، وغادي نديكوريوه من الفوق بهذا. بغيتو ديروا بحال هكا ديروه، انا غير عطيتكم هذا ليكزامبل وصافي. هذا ديروا هذا سميتو، عجبكم ديروا لي بحال هكا ديروه، ما عجبكم غادي ديروه غير بلون واحد. هذا غادي كما قلت لكم غادي تخدم بكم غاكلون، وغادي نقول لكم القواعد وغنقول لكم كيفاش تخدموه ان شاء الله. كنتمنى هذا الفيديو عجبكم ولا عجبته القناه ديالي. اللي ما مشترك معايا في القناه يشترك معايا ويفعل الجرس باش يوصلو كل جديد ان شاء الله. شكرا 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 الاصدقاء ديالي اللي قدام الجداد لا اللي غيدخلوا معايا جداد، كنشكركم من كل قلبي وشكرا لكم بزاف على التعليق ديالكم الزوينين والكلام اللي كتقولوا في حقي الله يخطيكم عليا. وما تنساونيش في لايك الا جات على خاطركم، اللي دخل يدير لايك الا جات على خاطره باش الفيديو يتشاف، باش تشجعوني هانتوما. شجعتوني في الفيديو اللي قبل، هاني غنحط لكم فيديو، غنحط لكم واحد الفيديو واحد شويه دابا في القناه مصوب من الورق وغادي تبعوا هذا. وان شاء الله غدا نحط لكم، وهانتوما هانتوما حتى ان شاء الله كلكم غتوليو معلمات، وهانتوما معايا شوفوا معايا من الاول حتى الاخر سواء الدراري ولا البنات كيف كيف. هذا دابا هو باش غادي ندير داك الفوق، هو باش غادي نسبقو، غنحيد ديك السداه هكا وغنحط هذا واحد على واحد. غندير هنايا غندير هنايا 50 سنتيم، هذا الخضر فيه 50 سنتيم وهذا الكحل فيه 50 سنتيم. انا كنهضر دابا على بياسه كبيره، وهذه المسافه قد اللي بغيتو. انا دابا غادي ندير غير المسافه ديال 20 سنتيم تقريبا، فيها خياطه فيها كلشي، تجي غير بحال بانطا هكا دايره. كنشدو هذا دابا كنطويو بحال هكا كما كتشوفوا معايا. هذا الامام غادي يكون فيه جوج ورق والقدام غيكون فيه جوج ورق، ياك؟ غادي ندير ليه بحال هكا وغادي نطويه بحال هكا، على طويتو على هما مدوبلين هانتوما جوج طراف، وكندير عاوتاني جوج طراف اخرين. هي طويتو دابا على 8 ياكو. هكا غادي ندير وغادي نجي لهنا. غادي نهبر نعبر من هنا حتى لهنا 20 سنتيم او 22 على حسب شحال بغيتو نتوما. انا غادي ندير من هنا كما كتشوفوا معايا، هنا غادي نلوح الكتاف، غادي نعبر الكتاف شحال عندي في هنايا، عندي 20 سنتيم في الكتاف اللي بغيت ندير في النص، يعني 40 قسمتها على جوج عطاتني 20. كنعبر 20 سنتيم هي هادي، وكنعبر 3 سنتيم من هنا حتى لهنا كنلوح به الكتاف، وكنمشي حتى لدوره العنق اللي هي هادي، وكندير عليها وكندور عليها هادي. انا غادي ندير واحد القضيه، غادي نحيد هذا باش ما يديرونجيني، ومن بعد غنكوبي عليه الاخر. فهمتوني؟ باش تقدر نفهمكم مزيان، لان الا جا غليظ والبياسه صغيره ما كيبانش. هانتوما دابا ما طرستو كاع مزيان لان كبير. هنا كنزل بجوج سنتيم بطريقه دائريه، كنجي من هذا. قدرتو ديروه هكا ديروه، ما قدرتوش ديروه بالبيروكي، نقولها لكم دائما كتجيبوه دائري كامل حتى لحد ديك 3 سنتيم اللي لحنا فيها الكتاف، وكنفصل البياسه ديالنا. ها هي شفتوها؟ كنفصلو البياسه ديالنا بحال هكا. هذا هو الصدر داك الفوق، كنلوح 3 ديال السنتيم، وكنجي عند دوره العنق تنعبر 8 سنتيم من هنا حتى لهنا، وكندخل بجوج سنتيم بطريقه دائريه بحال هكا. اشنو كندير؟ غنقادو بعدا من هنا ما نقادش، من الحاجه الصغيره ما تيقدرش يتحكمي في المقص كيف ما بغيتي. كنجي من هنا حتى لهنا كنعبر 14 سنتيم من هنا حتى لهنا او 15. هادي غادي نعبر غير 14 سنتيم باش يجي حيت لكم غاكلو، غادي نعبر هنا 14 سنتيم. وشنو كندير؟ كندير واحد الكرانه صغيره هنايا، ها نتوما بحال هكا، هذه هي الكرانه بالنسبه للبنات اللي ما عرفوها. ملي كنعبرها بحال هكا من بعد غنكوبي عليها هذا. كنجيب دابا الكسده ديالي هي هادي، كندير بحال تنطوي على جوج كما كتشوفوا، هو هذا
عاوتاني كنطوي على 4. ملي كنطوي على 4 هكذا كنجيب الكم ديالي، هو هذا كنجيب الكم ديالي كنحطو عليه بحال هكا، شفتوا معايا؟ هنا اللي محلول، لا الكم لا الكسده ديالي لا اللبسه ديالي، بجوج بيهم كنطوي كنحط بحال هكا، كنعبر من هنا حتى لهنا. ها نتوما هنايا فيه 14 سنتيم زائد 20 سنتيم اللي غتكون هنايا او 18 سنتيم. انا بياسه صغيره غندير دابا غير 18 سنتيم اللي غادي ندير، هي ما فيهاش 18، كندير بحال هكا كنمشي نيشان، شفتوها؟ كنمشي نيشان فهنا، كتدخلوا هنايا بواحد 7 سنتيم من هنا حتى لهنا، وكتجي لهنا كتدخلوا بواحد سنتيم، ما تيجيش هاد السطر نيشان. هاد السطر دابا، هاد السطر دابا ما كيجيش نيشان هكا، كندخلوا في النص بواحد سنتيم، فهمتوني؟ راه فيه الكم وفيه الكسده بجوج. كنجي لهنا كنقطعو، كيجي هو كم غاكلو ولكن دائري شويه، كيجي دائري بواحد شويه صافي، ماشي بزاف. كنحيد الكمام ديالي اللي هما هادو، هما هادو، وكنجي نحطهم حدا الكسده ديالي كيتخيطوا بحال هكا. اللي بقى ليا دابا ياكم شحال غادي ندخل نقور هادي، شحال غادي نهز هذا دابا، غادي ندخلو نحط دابا هاد الكرانه هنايا في الراس ديال هادي. ديجا درتها لكم في الدرس الفايت، ها نتوما باش تقدر تبان لكم، كندخلوه بحال هكا، شفتوه؟ كنحط الكرانه هنا، عرفتوا علاش؟ باش نعرف الصدر ديالي فين كان. غنشوف معاكم السنتيم ونرجع. كما قلت لكم ديك 7 سنتيم اللي قطعت من هنايا باش نقور هذا اسميتو، هي اللي كتعطيني شحال غادي ندخل هنا. كندير هكذا كنعرف شحال دخلت هنا، الا كنت غادي ندخل بكثر كنجر لهنا، الا ما كنتش المهم الصدر ديالي داكشي اللي قطعت من هنا هو اللي كيعطيني الصدر. الا كان الصدر بغيت يكون عرض من هكا راه كنقطع تنجي غير حتى لهنا، ما كنقطعش بزاف من هادي. انا كندخل دابا في هادي، ها نتوما كما كتشوفوا معايا، حيت ما درتش الكاميرا من الفوق، ها نتوما شحال دخلت. هاد المسافه وهاد المسافه تكون بحال بحال، هادي وهادي بحال بحال، شفتوها؟ من بعد كنطراسي هنايا هكا بحال كما درت معكم، كما قلت لكم في الفيديو اللي قلتوا لي بعض البنات قالوا لي ما فهمناش مزيان. وهنايا اللي كتشوفوا اللي هو هنا المسافه اللي عندي هنا اللي خصها تكون عندي هنا، مثلا هنايا عندي في هذا المصغر عندي 5 سنتيم، هنا فيها 5 سنتيم بحال بحال. كنديروا بحال هكا، كنقوروا هنايا وكنخليو كنخليو الخياطه ديالنا سنتيم بالخياطه. غادي نجي لهنا غادي نحل هذا الجنب لان ما حليتوش، دابا لكم غادي نديروا هذا، غنديروا ليه لاستيك، خليته هو هو عريض. هنا اللي بغا ديالنا كنحضروا فيه قد اللي بغينا، باش ما بغينا يكون عريض كنخليوه غير ما يكونش قل من 23. عاده كنهزوا هذا كنفرقوا على جوج، هذا الا بغينا يجي مقور كامل راه كنخليوه كامل، فهمتوني؟ ما بغيناش يجي مقور. هذا دابا ديال غنخلي واحد الطرف للقدام وواحد الطرف للور، وإلا كنت غادي ندير غير القدام كنديرو غير في القدام، غير أنا درتو دابا في اللور وفي القدام. كنهز هذا كنكوبي عليه لاخر، كنهز هذا كنحط عليه لاخر وكندير بحال هذا نيشان هاكا، حتى هو كنكراني. دابا إن شاء الله ما كاين غير السيوات ديال الصيف، الصياد ديال الصيف، غير شجعوني وغنعطيكم إن شاء الله. دابا هذا غادي نعتبروه القدام، غادي نقوروهم بجوج هادو، لا هذا لا هذا، غادي نحاول ندير فيه تقريبا نقول فيل. غندير لكم هنا يكون داك فيلي اوفال، هو هذا. بغينا نديرو هاد الكحل حتى لهاد الطرف الاخر، هو هذاك ما بغيناش بلاش. ها نتوما هذا دابا كنحطو على هذا وكيتخيطو بطريقه باش وريتكم تخيطو في الفيديو ديال الكسوه الزرقاء اللي كاينه في المينياتور. دابا هذا هو اللور، وغنحطو عليه القدم حتى هو راه كنديرو ليه الطرف ديالو. هذا كنديروا ليه بحال هكا بحال هكا، شفتوه؟ والكم هو هذا، غير هي الطريقه باش كيتخيط هذا غادي نوريكم كيفاش، لان هنا كيجيو فيه لي فرونس وهنا كيجيو فيه لي فرونس كامل، كيجي داير كله بلي فرونس. غنوريكم كيفاش كيتخدم. هذا كنحيدو دابا هاد الطرف ياكم، وكنشدو هاد الكم
فرق حتى هذا حتى هذا ما فرقتوش، لكم مع الاخر باقي مجموع. غنهز دابا هاد الكم البنات، غادي نلصق واحد مع هنا ياك، وغادي ملي غنلصقو غندير ليه الفنات باش يبان لكم مزيان كما درت معكم في الفيديو اللي قبل. كنلصق هذا مع هذا كما كتشوفوا معايا، وكنجيب هاد الطرف ديال الخلف، هذا ديال هذا ديال القدام او ديال الخلف، واحد فيهم ديال الخلف واحد ديال الامام، وغادي نلاقي الكم كنلاقيه مع واحد الطرف ديال اللور، والكم الاخر تنلاقيه مع الجهه الاخرى ديال الكم تنلاقيها مع القدام بحال هكا كما كتشوفوا معايا. هانتوما باش نصدقوا خدمنا الخياطه وخدمنا سميتو خدمنا الفصاله. هذا عاوتاني كيتخدم مع هذا كنلاقي عاوتاني مع هذا كما كتشوفوا معايا، كيتخدم هذا مع هذا، وهذا كيتخدم عاوتاني مع هذا. شفتوه حتى كنخيطوا هذا عاد تنديروا الكشكشه ديالنا او لي فرونس ديالنا. هانتوما درت لكم غير فنيته وحده وحده باش يبان لكم، انا غير نوصل لكم المعلومه هي اللي مهمه في هاد البياسات الصغار، وما في الكبار كتشوفوا كلشي على عينيكم وكلشي. هانتوما كيتخدم بحال هكا شفتوه، ملي كنخدموه بحال هكا كنجيو حتى لهنا واحد من هادو كنبداو فيه لي فرونس وكندورهم كاملين، ملي كندورهم كاملين عاد تنجيو نخيطوا مع هذا وتيجي كامل بلي فرونس لا اللور لا القدام بحال هكا شفتوه. تيجي هذا فيه الكشكشه هنايا، بغيتو تجيبوها غير في الوسط جيبوها، بغيتو دوروها كامله دوروها وكتجي حتى في الكم، حتى هنا راه كتجي فيه الكشكشه. بالنسبه غير مع بياسه صغيره ما درتش حسابها كلها. هانتوما هنا كيجي لاستيك وهنا تيجي لاستيك، انا كنظن دابا كتبان لكم ها هي بحال هكا. غادي نشدها لكم نصورها لكم من الفوق باش تبان لكم مزيان. وكنتمنى هذا الفيديو كما قلت لكم الا عجبكم هذا الفيديو، عجبكم الفيديو شجعوني بالتعليق والبارطاج وبلي لايك، وهنا معكم ما كاين غير لي موديل اللي غادي نسيك في موديل اخر ان شاء الله. واللي عجبته القناه ديالي اللي ما مشترك معايا في القناه يشترك معايا ان شاء الله، ما يكون غير الخير. ها نتوما شفتوا ها هي كسيوه واخا مصغره كتبان غزاله وزوينه، خصكم تشوفوا الا درتو شي وحده كبيره، والا بغينا تجي عريانه من القدام ومن اللور تنقطعوا على هذا لهذا بجوج وتجي بحال ديال صيفيه دوك اللي كنلبسوا في البحر ولا في الصيف بحال هكاك. وهذو اللي تلبسوهم للمحتجبات وغير المحتجبات، انا غنصورها لكم من الفوق وتشوفوها.